التفاهم بين الزوج والزوجة ده شيء مهم جدا، ويعتبر من أهم العوامل الإيجابية اللي بتخلي فيه سعادة وتخلي فيه حب متبادل في الأسرة بصفة عامة. النهاردة هنتكلم عن إزاي نحقق التفاهم بين الزوج والزوجة والأبناء. هل الطبطبة على الأب أو على الابن ضعف من الأب والأم؟ إزاي يكون في ونس في الأسرة بشكل مستمر؟ إزاي يبقى في ود؟ إزاي يبقى في ناس طيبة قلبها على بعض، مش كل حاجة بالزعيق والنرفزة ومتعصبين وأوامر والولاد تنفذ والولاد تطلب طلبات والأهالي يقولوا لا مش قادرين وندخل في قصة كلها توتر كلها شد أعصاب؟ هل ده ممكن يحصل أصلا؟ يعني كلمة السر المودة والرحمة، الزواج في النهاية مودة ورحمة، وفي النهاية في زي ما بيقولوا كده مفاتيح للحياة الزوجية السعيدة. يعني أكيد في كلام كتير في القصة دي، الكلام ده هنعرفه النهاردة من خلال ضيفتنا اللي منورانا في استوديو صباح الخير يا مصر، الدكتورة سمر كشك، استشاري الطب النفسي والصحة النفسية. أهلا بك يا دكتورة ومنورانا في الاستوديو. أهلا بحضرتك. في النهاية بالتأكيد في مفاتيح للتفاهم ما بين الزوج والزوج، لو نقول أهمها إيه علشان يعني نبني على الأساس اللي حضرتك هتقوليه؟ حضرتك تفضلت وقلت أهم حاجتين المودة والرحمة. أزيد على حضرتك لا ننسى الفضل، دي ثلاث أعمدة أساسية للحياة الزوجية الصحيحة، سواء للزوج والزوجة والأبناء والتعامل كله مع بعضه. لو فقد الثلاث أعمدة دي كل سنة وانت طيب بقى، خلاص الزواج مش هيبقى أو البيت مش هيبقى لطيف. صحيح. لأن المودة والرحمة أن أنا أرحم زوجتي، أرحم زوجي، أرحم ولادي، دي أخاف عليهم يرحموني وهم يرحموني ما هي الرحمة متبادلة. هي قالت الأول الطبطبة على الزوج وبعد كده قالت يرحموني، خلي هي الطبطبة مهمة للكل. أيوة. الزوج والزوجة والولاد، ان بقعد مع اولاد عندهم جفاء، جفاء. صحيح. عاطفي. أيوة. فبتسالهم يقول لك اصل بابا عمره ما خدني في حضنه كده وطبطب عليا، دايما بابا بعيد. أيوة. او ماما بعيده، المسافه ما بيني وبينها كتيره. الاحتواء الجسدي وانك تاخد ابنك في حضنك وتطبطب عليه ده امان. اني اطبطب على مراتي واقول لها خلاص بقى ما تزعليش، الكلمه دي والحته دي مهمه جدا، مهمه للالفه. مش خلاص انت مش زعلانه، طيب خلاص انا اسف. من بعيد طبعا فرق كبير جدا. الكلام اللي فيه احتواء وفيه امان، الزوج بعد الاب اب والزوجه بعد الام ام، لو اتفقدت الحته دي انتهى، اتشال الجدران. الثلاث اعمده اللي قلناهم، الجدران، الاحتواء، الامان، السند، الحاجات اللي بيعملها الاب، وخصوصا اللي الاب لو الاب توفى للزوجه او الزوج، يعني الدنيا بتبقى مكسوره معاهم قوي. فهي محتاجه الاحتواء ده، محتاجه ان انا جوزي طب كنت بشتكي لبابا منه، طب انا هروح اشتكي لمين؟ هو يقول لها مش محتاجه تشتكي، محتاجين نطمن بعض. صحيح. الاحساس ان انت قاعد في هدوء نفسي ومفيش تهديد في حياتك. الامهات والاباء اللي بيهددوا ولادهم حتى بان انا اهوشه، كل الاسره مش عايزين ده، يعني هعمل كده. القومة دي أو النص قومة دي عند الابن بترعبه. صحيح. بتخليه إنسان جبان، بتخليه إنسان خواف، خواف حتى من المواقف العادية. فأنا أربي ابني أنه قوي، حنين. بلاش أن أنا أهدده طول الوقت، ده أنا هقوملك، ده أنا هعمل، ده أنا هعاقبك. قول له العقاب وريحه، يعني لو عمل خطأ قول له أنا هعاقبك بكذا، ما تقولوش أنا هوريك. هوريك دي هو قاعد فقط حياته كلها قاعد يستنى هتوريه ايه. والله ولا كانه بيبقى سامعين، بيتهيألك. والله ولا كانه هو بيعمل ده على فكره. هوريك طب وريني، ربنا يسهل لك حالك. بس بيبقى من جواه قاعد يفكر انت هتعملي ايه، والله. وخصوصا الامهات الشديده. طب انا عايزه اقسم كلام حضرتك. حضرتك بتقولي الزوجه او الزوج احدهم لما بيفقد حد من اهله بيبقى حاسس ان هو ما عندوش حد يروح يشتكي له. هو احنا اصلا عشان البيت يفضل قايم كده وماسك نفسه، ينفع الزوجة تروح تشتكي جوزها لأبوها، أو ينفع الزوج يروح يشتكي زوجته لأمه؟ أعتقد ده ممكن يوسع. برافو عليك. الشقاق اللي بيحصل في البيت بيفضل في البيت. لا، إحنا بنقول تشتكي يعني إيه؟ أنت ما بيحصل خلاف كبير قوي قوي، إحنا بقول في الخلافات الكبيرة، الخلافات الصغيرة تمام، أنت بتبي قاعدة أمانك إن باباكي موجود في أي وقت، هتروحي تقولي له، هيتفهم الموضوع وهيقعد مع جوزي يجيب لك حقك. أيوة. لكن اما الاب بيتوفى والناس اللي اهاليها متوفيه هتحس بده،
انا هروح اشتكي لمين؟ طب انا خايفه من جوزي وبيني وبينه شقاق، طب انا هروح اقول لمين؟ مين اللي هيحكم ما بيننا؟ لو الزوج طمن الست ان الحته دي هتعيش ملاك. خلاص هي محتاجه امان، محتاجه مراعاة ربنا في التعامل، محتاجه ان انت اما تركيني تحسي ان في ضهرك حاجه سد، ما حدش هيقوم عليكي، ما حدش هيهددك، ما يكونش هو واحد من اساليب التهديد. يعني ما تبقاش انت من ضمن الحاجات اللي مخوفاها. الست بطبيعتها ضعيفه مهما بانت قويه، ومهما بانت ان انت تقولي لا 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 الست دي قويه، هي باينه كده لكن هي من جواها ست مهما كانت هي مين. فاتعامل مع الست انها ست. في ستات انها شديده شويه، في ستات بتقدر، بس مهما كانت قادره تتحمل المسؤوليه، مهما كانت ست احنا بنقول بالدارج كده انها مفتريه شويه وعارفه تاخد حقها، هي محتاجه سند، محتاجه حد بتقول اي حاضر. بس ده ملوش دعوه بالست يا دكتوره، يعني السند الشخص الرجل محتاجه، الست محتاجاه، الطفل محتاجه، الجميع محتاج سند، الجميع محتاج حد يركن عنده ويريح اعصابه ويتكلم. ما اعتقدش ان ده مقصور على السيده فقط. حلوه قوي دي، الموضوع مش نسوي والله خالص، بس هو فعلا اعتقد انه مش مرتبط بانه هو بسيده فقط. احنا بنقول علشان الشق بتاع الاب لما يتوفى الست اللي بتبقى محتاجه لده. الزوج بقى محتاج لطبطب، محتاج لام اكتر، محتاج لحد يحتويه، وبيطلب دايما ان الست تحتويه وهو اصلا مش محتوي. الاثنين لازم يعملوا كده. لو انت خدتي بقى ان انا لازم اللي قدامي يعمل لي، طب بادر. لو لقيت اللي قدامك راجعه مره واثنين وثلاثه، بس تراجعوا ازاي؟ احنا بنراجع بعض باننا بنراكم واعمل خناقه كبيره. لا، ما تراكمش، علشان التراكم ده بيخليك تتعامل بمنطلق التراكمات. نتخانق بيومي بيومي. وانا مش فاهمه بتخانق على ايه؟ هو شايل مني وعمال ايه ده الكوبايه مش في مكانها، يعني بيتخانق على حاجات بسيطه قوي لانه شايل مني وانا شايله منه، واحنا الاثنين مش عارفين نصارح بعض وحاملين هم الخناقه الكبيره. لا، اتكلموا، فضفضوا، قولوا انا محتاج واحد اثنين ثلاثه اربعه، علشان ما نوصلش ان الموضوع يتفاقم وارجع اقول احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ احنا ليه بقينا على طول مشدودين والبيت مكهرب؟ صحيح، ما بيهداش، لان كل واحد شايل. حتى الولاد تلاقي ابنك بقى اما تيجي تفتحيه وتفتحي معاه كلام يقول لك ده انتوا عملتوا معايا كذا وعملتوا كذا طب ما بتقولش ليه؟ قافل على نفسه. طب خليني يعني ناخد الحلول. احنا في الاول قلنا الموده والرحمه. يعني ايه موده ورحمه؟ ايه هي الدلائل اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها في الكلمتين دول؟ اشمعنى هم؟ وهل هم موده ورحمه من الزوج على الزوجه، ولا ايضا من الزوجه على الزوج؟ كله. اصل الاثنين بني ادمين، ما الزوج بيجي له لحظات ضعف، لحظات تعب، لحظات زهق من الدنيا، لحظات من ضغط عصبي من الشارع، من الشغل، من اي مكان، من البيت، من الولاد، من المسؤوليه، ما هو برضه تحت ضغط. فالاثنين محتاجين ده، وبيكون الشعور متبادل. بس احنا بنقول ان ما جيش على واحد فوق، يعني في ناس بترتاح على كده، يعني يلاقي مثلا مراته بتهتم قوي فخلاص هي ده واجب عليه. لا، هو واجب على الاثنين، واجب على الزوجه اما يلاقي مراته تعبانه ما يقولهاش انت ما انت قاعده طول الاسبوع، ما انت ما بتقوميش من على الكنبه، ما انت لو انت بلاش الكلام اللي يحرق الدم، علشان انا اقدر ادي. يعني انا كزوجه لما هسمع كلمتين وجعوني مش هعرف اديله، وهو كذلك لو انا اديته كلمتين وانا قلت ايه ده انا خدت حقي، خدت حقي دي مش شطاره، خدت حقي دي انا خسرت اللي قدامي وممكن للابد، لان في كلام ما بيتنسيش. فالموده والرحمه ان انا ارحمه بكلامي ويرحمني بكلامه. بلاش يعني اما اكون انا متصاحبه مع جوزي واخداه صديق واقول له كلام ساعه فضفضه ويجي لي في خناقه يقول لي ده انت حتى مش عارفه فلانه بتقول، بلاش دي، هي مش هتنساها لك. ولو هو قال لها برضه هي مش، هو مش هينساها لها. بس ده ما يبقاش راجل امين، ولا هي تبقى سيده امينه. ما احنا بنقول اللي بيفقد الامان والحب في العلاقات الكلام اللي ما بين الصحاب ويفشي السر او يذلك بيه، يقول لك ده انت قلت لي ده هي كان عندها حق انها تخصمك، او بلاش ده لانه ما بيرجعش العلاقه، انت هتصالحه بعد كده. بس ما بترجعش الالفه والموده والرحمه والونس. احنا كنا بنشوف زمان حاجات مختلفه. صحيح. طب ازاي يبقى في قواسم مشتركه او حياه مشتركه ما بين الزوجين؟ ان الاثنين ما كل واحد ما يعملش حياه لوحده. لو اتعمل حياه لوحده ما بيعرفش يقلف الثاني.
هو أنا بالنسبة لي التعود أقوى من الحب، بمعنى إن أنا لو اتعودت على وجود جوزي وجوزي متعود على وجودي بيكون أقوى، لو أنا يعني مشيت يوم أو يومين بيحس بفقد فظيع، لكن لو خد على إني مش موجودة أو أنا خدت على إنه مش موجود واستمتعت بحياتي كده وعملت أكتيفيتيز إن أنا يعني أستمتع بيها مع عدم وجوده، مش هعرف ألفه. أما هيجي أحس إن أنا يا رب ينزل بقى، بتوصل لكده. فبلاش نقلف حياتنا بعيد عن بعض لأنه بنعرفش نرجعها. الألفة دي مهمة جدا. كان زمان بتيجي تلاقي الأب والأم في بيوت كتير قاعدين ساعة العصر كده بيشربوا القهوة والشاي في البلكونة وقاعدين يتكلموا بدون ما التون يعلى، زي دلوقتي الاثنين تلاقي التون عالي شويه، حقيقي جدا. فتلاقيهم قاعدين هو بيقول تفاصيل يوم اللي كانت في الشغل واللي حصل له، وهي بتقول الكلام، وقاعدين الاثنين فرغوا وفضفضوا بالحاجات اللي مضايقاهم عموما، مش مطلعينها على بعض. يعني احنا دلوقتي ما بنقولش انا ايه اللي حصل لي، وكل واحد قاعد قافل على نفسه مشاكله، فما بنيجي نتعامل مع بعض بنتعامل من كل واحد مضغوط من ناحيه، فبنعمل كلاش مع بعض. لو احنا اتفضفضنا وقلت ايه اللي حصل في يومي وده ضايقني ولقيت حد يصبرني، ما انا خلاص انا فرغت بقى خلاص، فهقعد مستريح. لكن سبب الكهرباء اللي في البيت وعدم الاستقرار ان الاثنين ما بيقعدوش قعده ونس وصفا ودفى، دي ما بتتقعدش دلوقتي كتير. هل بسبب انهم طول الوقت بقى، زمان كانت الناس بتعمل حاجه واحده او حاجتين، دلوقتي الناس بتشتغل على طول، والامهات ما بين شغل البيت وما بين شغلها اللي بتشتغل وما بين مذاكره وما بين تمارين وما بين حاجات كتير جدا جدا جدا، فالناس بقت مثقله، حتى مش قادرين حتى يتكلموا، مش قادرين حتى يفضفضوا، كل واحد عايز يقعد ويفصل الشاحن بتاعه ويقفل عينه ويسكت ويسمع صوت الصمت فقط لا غير. معاكي، بس لو قعدت 10 دقايق مع حد المفروض ان هيسمعني والدال الاثنين برضو، انا هفرغ بدل ما افرغها لوحدي، اصل التفكير قاتل. انت لما بتقعدي مع نفسك وتفكري بالشكل ده بتحس ان انت اوقات جالك فوران في جسمك، انت ما فرغتش، انت كابت. يعني كل مشاعرك جواك ما طلعتهاش، فطول ما المشاعر جواك انت قاعد كده مفرمه. لما بتفرغها لحد، حد بيهون عليك، بيديك كلمه تصبرك، بيقول لك كلمتين يعينوك على الدنيا، ايه الدنيا كلها بتحصل فيها كده، يا سيدي سيبك، يا ستي مش عارفه ايه، ايه يعني قالت لك كلمتين، ايه يعني كلمتين من مدير قالهم لك وخلاص وانسى وتناسى، اهم حاجه صحتك. بتلاقي في كلام كده تحس ان هو ايه بينزل يهدي القلب، غير اما انا اقعد افكر ده مش عارفه في فلان قال لي كلمه وانا قاعد مع نفسي، ما بلاقيش حد يهون عليا الدنيا. بالعكس انا شايفاها مهمه جدا جدا. بس الشيطان بقى يركب هنا ويبتدي ايه يقول رايه، يعني زي ما بيقولوا كده يخلي شيطانك وحش. طب انا برضو الطب النفسي بيقول في ده ايه، يعني حضرتك لما بيجي لك حاله من حالات الشقاق ما بين زوج وزوج، بتسمعيهم ازاي؟ بتنصحيهم ازاي؟ قولي لي العمليه دي بتسير ازاي باي شكل من الاشكال؟ كل واحد بيقول هو متضايق من التاني في ايه؟ اغلب الشقاق ده ان كل واحد عاش حياته لوحده واستمتع بيها لوحده. ده اغلبه. اه. المفروض ان يبقى بينهم قاسم مشترك او حياه مشتركه، فيلم، خروجه، يوم في الاسبوع، ساعه العصر، صح كده؟ ما حدش عاد بيعمل كده. انا لقيت حياتي لوحدي اهدى، وليا واحده صاحبتي برفع سماعه التليفون واقول لها وافرغ اللي انا عايزاه، ولقيت ان الدنيا اهدى من غيره، فخلاص انا عشت حياتي على كده وتعودت عليه. وتعودت عليه. اصعب حاجه التعود على حياه وتيجي تحط حد معاك، لانك استمتعت بكده وخدت على كده، عشان تتعود في وجوده بقى تاني، لانه بيجي مش بيجي برضو الدنيا سموز قوي وجميله ولطيفه، لا الدنيا بتيجي بمشاكلها. يعني هو بيجي عنده مشاكل، مهموم، مزاجه وحش، لا انت خلاص بقى انت هتعمل لي كده وتقول لي قعده مزاج في ايه، ده انت كل قعدتك شكوى، فمش هبقى طايقه. فعلشان ما تحصلش البعد قوي ده، البعد دايما بيسبب الجفا، فالجفاء دايما بيجي من بعيد عن العين، بعيد عن القلب. صحيح صحيح صحيح. دكتورة سمر كشك، استشاري الطب النفسي والصحة النفسية، شكرا لوجودك معانا، اديتينا روشتة كده ازاي نهدي اعصابنا وازاي نتعامل في البيوت. نرجع تاني للود والرحمة، وفعلا كل ما ناخد الامور بهدوء ان شاء الله الحياة تبقى افضل وافضل في بيوتنا. نورتينا وشرفتينا وهديتي اعصابنا، شكرا جزيلا يا دكتورة. نورتينا. شكرا لك يا دكتورة.